انا ويا سعود علوش وترتي معه ويحلف ان ياكويها رقعها وحلف انه ما ياكويها اقتدي فيه واصير مثله فيصل. قدمت انا ويا سعود علوش يا ربع ابو غير ترجم لي العباره هذه وابيكم ترجمونها لو صادق يا ولد لك قهوه وحلا على كيف كيفك والله من 500 لا 500 ما معك 500 لكن اذا طلع كلامك صح لك قهوه اقول من العباره لا العباره لا تقولها لهم الحين خلوهم لين يترجمونها شو من من الغلط اجابتين على طول بعد السناب هذه خلاص تمام يا شماغ الشوق وفي بغلة وبنوقة ويدع هذه على الهوى والهيلة والعويدي كلها في جادل ربنا يا اخوان عيد تربط معنا في هدايا وفي ايفونات وفي الله يستاهل جاوبها شوف كيف ثم نطلع شو اقول مش منك يلا نرجع للمطار ثم نرجع كل بها رجعات الله يكفينا من شر الرجعات ابشركم خلصنا ترند ما ودي اسب ولا ودي اشتم ولا ودي بس ان النامس لعب فينا النامس هو فينا ترند الارض صفر حلزون حلزون فكر الحجزيه حقين يلا مش 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 الله يقطع زبده ان النامس عاد فينا تعشى فينا وتغدى يا سيف انتبه 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 بسم الله بسم الله سيف كلمة توجهها للنامس اتوطب بطنك اخيرا تكفى عطا انا بيت ما في بيت هنا ما في بيت هنا مسكين شنو اتحداك ما تهز راسك ما في كذا عندي ما في كذا طبعا وصلنا في الاجواء كيف انها تفتح النفس تعال حدثني انت كل ما طفشت بقولك تعال حدثني ارعب حدثني والله جميل والعيال يا رجال شوف 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 يصلحني والله بالصدق شوف النعمان حق شارع عسل حق شارع عسل ايه بديت تفكر عبد العزيز بالامور ذي بتخوننا يا ابو محمد والله. قررت تخوننا يا خلاص على خفيف على خفيف ابشركم عار السيارة يلا ابشركم وصلت نص مليون يا رب لك الحمد احتفالية مشهورة حاب اطرح بالمطر الله يبقى يلا حيه الله يبقى كيف الحال الله يعيش الحال انت وجه خير علي الله يعزك يوم من جت العين في العين عقبه شوي الا قالوا تراك وصلت نص مليون في التيك توك الله يعلم الله يطول قبال ان شاء الله المليون جعل ابوك والله الجنه مرحبا بهاللي مرات اللي نحبهم نغليهم لا يا اخي انتم تلحقوني لي بيتين يا اخي والله ما تكفى يا اخوي والله من بيت طيب ما والله ما شقه واحده شعر 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 هاي الربع يا رب ما طالبينكم يمين يسار يا علي يدا سلامتك لا اله الا الله كيف الطريقه الحين تدري ليه؟ انا عندي لاني قلت كنت بصور وسبقتني انت فاشوف كيف لحظة صلاله وش الراي؟ شنو الطين يا رب؟ كيف شنو؟ اللهجه الشهريه مع احمد احمد بعطيك كلام وبيك تقول لي بالشهري تمام؟ انا اقوى واحد في العالم طيب ابي باقي طق السياره ايش؟
علشان اطلع الجبل. اكل شيء الغداء. طيب شكرا لك. مساك طيب. معلوم شحري انت؟ ما في معلوم. جعل ابوك الجنة. خجمك. الله يرحم والديك. ما دام انا وانت على الارض حيين ومهد لك لو. اهلا وسهلا يا حلوين. شلون مساكم طيبين؟ جعلكم الله تسلمون وجعلكم الله العظيم ما تشوفون شر. اي والله. وبيض الله وجيهكم يا عكاكم طيب. كل ذا الحرق اللي يجيني وكل امر يجيني ترى باركوي هو السبب يعني. الحمد لله والله انا حسنات يوم جمعه نحتسب الاجر ولا ظاهر ظاهر على نصحني قال احتسب الاجر ظاهر انت قايل لك بعد على الحلف بدون حلف ها خلاص بدون حلف بدون حلف بارك لي يا مبارك بس سلام يا اخوك الصغير عاد الله يزينه طول عمرك الله يطول عمرك ملحم ابن سامي يا مرحبا والله مسلم ابن العم المجمل جالك والله تسلم جالك تسلم شعلوم الله يطول عمرك وين الروحات وين الجيات موجودين هالرياض ما تعد ليه يا اخوي يا اخوي الناس تطلع تمشي انا اشوفك دائما في الرياض انا اقعد مستانسي الرياض مستكني لا 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 تاخذ رايه والله العظيم ما تاخذ رايه الرجال من دخل في الطب ما عاد راح شبر خلاص يا يا مرحبا بكم وسهلا اهلا وسهلا طالعين نغير جو في الاجواء الجميله في الرياض ايش تقول ايش تقول مطلق طالعين فسحه يا ولد طالعين فسحه طقطق انت وجهك والله حار طالعين قهوه حاره وانا رايح وش عاد نسوي مالك الا خشمك لو كان عوج لا وشو تجي معك هذا الحين ثلج وكاسات تجي الامور كلبوها تجي لا تستعجل لا تستعجل كنا الموتر اللي منقلب شوف طلاب مرحبا ومسهلا يا مرحبا مرحبا بك والله ومسهلا بالعربيه ولا بشيء جعل عمرك سنين جعل عزوم اهلا وسهلا اخونا الجميل مرحبا والله ومسهلا السلام عليكم كيف الحال طيب؟ مرحبا ومسهلا السلام عليكم كيف الحال طيب؟ مرحبا ومسهلا تعال يا طيب انت نفسيات انت اعلمكم انا يا ضغطنا خلاص خلاص ضغطنا اكثر اسفين اسفين ايش رايك؟ خلاص خلوكم على كذا خلاص ليش دائما منضغط؟ خلاص مسكم بالخير علومكم هم داخل مساكين من تجاه والله العظيم داخل شو تقول يا ابو مطلق؟ اقول بيضاء وجهي وجهك ابيض والله عاد تبي العلم عادي ابو مطلق مسلم لنا دحين حول 24 ساعه ما شفناك امس اخر ما ادري ابو مطلق من زين جار غالي جدا اي والله العظيم غالي علي انا يا خالد اي والله العظيم الساعه المبروكه مرحبا بك جارك والله تسلم جعل عمرك سنين جاني والله ما خلا منكم انا اللي حضرنا السلام عليكم سعد الله مساكم كل خير يا ودي الخير لازم اني انا امسي عليكم بعدين عاد ابدا اصور سنابات لو ما انت بغالي ما كان مسيت مساكم طيب شلون صح بالنشامة يا مرحبا بكم والله ومسهلا عليكم والله وش العقاب شوك حاط على راسك كذا يا ابو علي حاز يا مرحبا يا حاز يا ولد شربوها بالساعة نزيمكم شربوا قهوتكم في وشعير شو فيك انت؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم حفلة عبد المجيد عبد الله لا حد يتأخر مرسل لي في السترين قال عوالا بها تجمع كلكم الوعد عبد المجيد عبد الله يا الربع اليوم حفلة عبد المجيد عبد الله صح؟ ما نبغى حركات عبد المجيد أحبك هذه لا ما نبغاها ما نبغاها ما نبغى نقوم نرقص على على الكراسي لا تكفون نوقف هذا الشيء ابو عبد الله بيني بينه كلام يقول انتبه من تخبال عوال ابها نبغى نجمل انفسنا عند ابو عبد الله رجال ضيف علينا جاينا من عند متنكاس ابو عبد الله احبك ابو عبد الله لو سمحت غني لا
علي الحرام تقب. اتفقنا اتفقنا. السلام عليكم ربع. والله نزلت البقال ابغى لي اغراض وشوف من قبل. كيف الصدفه؟ كيف الصدفه؟ كيف حالك؟ مجبور اقابلك تقابلني. انصحك به ترى انا والله اخذ بروتينات عشان اعوض حاجتي بروتينات الاكتاف. علومك مرحبا ملي. علي الحرام انها صدفه في لفه. كنت سمعت صدفه في لفه؟ جعلني والله افتح صدفه في لفه. كنت شفت الله يجعلني اخذ ضيف. نظامك نظامك علي الحرام ننطل وجهي معك. هذه نهايه ايش يا طحا؟ طيب ايش علم التكوه؟ عندي لكم عندي لكم مشروع. فشوف انه واحد رابع نلعب بالاخت. ما عاد علمناك لا عاد تشتري اشتري من موقع الاصل. لين يجي مجيد 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 عبد الله مجيد. طيب صور لمطق لك. يا شباب ايش علم اللي التذكره من كوي الغتا؟ يعوض خير يعوض خير. 4 ريال ريالين ريالين. طبعا صلى على النبي. سؤالنا المؤيد عايد اليوم، ماذا لو كنت تاجر؟ فين بتروح اموالك؟ اتصدق بها، افزع المساكين. اقول لك حاجه، افزع لونك وغيره لان في بويه متقشره. والله شوف من قعدت الشمس ساعتين والله نيجيها ما جاي. طيب ايش علم الجبنه؟ ما في خبز.